فريدة سيف النصر بتقول إن نجاحها في العتاولة عمل كهرباء لناس مش عارفهم، والمخرج تأثر برأي حد. اللي حصل بالظبط إن قالت الفنانة فريدة سيف النصر إنها فوجئت بإنهاء دورها في مسلسل العتاولة بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال شهر رمضان الماضي. وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية جيسي عبر قناة الشمس، قالت بالظبط مفيش مشاكل حصلت بيني وبين صناع المسلسل ولا حتى عمرنا اتخانقنا، وكانت مفاجأة إن دوري اتشال من المسلسل وأنا في قمة الرضا. وكملت كلامها وقالت أنا خرجت من المسلسل بنفس راضية وما عملتش مشاكل. كان ممكن أقول لأ أنا مكلفة من ملابس كتير، لكن في حاجة حصلت، في غيرة من نجاح عملي، والنجاح ده عمل كهرباء لناس مش عارفاهم، وفي حد أثر على المخرج لأن أحمد خالد موسى كان فرحان بأدائي جدا، وكان المفروض لو في حاجة مضايقة مني يقول، لكن ما حصلش. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.